يوم عنا حبايبنا حدث جديد كورونا برونو ترونو حبايبي والله اشي باللوز بس ثواني شوي معلم ثواني شوي ثواني ثواني قبل ما نبلش باي شيء حبايبنا الكرام لا تنسوا تصلوا على الحبيب عليه الصلاه والسلام لا تنسوا باللايكات وشيرات وبرتاجات تحياتي لكم جميعا شباب خلينا ندخل هيك على السريع معلم اليوم هيك فايق ومصحصح والامور تمام تمام الله يسعد ليكم وبتمنى لكم يوم سعيد حبايبي اوكي هون ايش معلم عندنا اكثر من لبسه تمام عندنا اسهم شباب تمام هون على اليسار شايف انه عندنا هون في اوكي في اكثر من سكين شباب هذا الحدث تمام مثل ما فرجتكم هنا على اليسار وعندنا يعني اكثر من سكين معلم عندنا الواحد والاخضر كثير معلم كثير 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 حبيب والله اوكي خلينا من هون شباب نعمل تخطي الرسوم اوكي ونضرب اول ضربه يا شباب اللي هي ب 12 جوهره شباب عليها تقسيم خصم اوكي 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 لمده مرتين عندنا الخصم هذا معلم اوكي راح الخصم صارت 25 اوكي هلا هون شباب نشوف الهي بيت ايوه طبعا شباب مثل ما انتم شايفين على كل ضربه بتجمع فيها بوينت يعني بنقاط وعلى اليسار بيزدادوا شوي عم بيزدادوا شوي شوي لحد حتى ما ينوصل مثلا 900 عشان ناخذ السكين هذا المعين اوكي نشوف هلا شوف معلم شوف حظنا شو راح يكون اورلي ايوه شوف لا هلا بنكشن بي ما بدنا يا معلم الله يسعد ليك عطونا السكين طبعا عندي السكين الرئيس شباب تبع كورونا السكين كان قديم كثير اول ما نزل احداث كورونا اوكي والله ما علينا نعمل بيرفكت نعمل اوكي 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 وات از ذس وات از ذس معلم قول لي لا ولو لا هيك رح نتعامل معكم اوكي هون على اليسار شباب جبنا هيك الله بيكون احسن هذا السكين الابيض حلو هيك جمعنا اللي تبع السكين الابيض حلو هون خلينا نعمل تخطي يا شباب نشوف الوضع كيف رح يكون اوكي هذا بيعمل على السريع بيصير هيك اوكي لا معلم خلينا نشوف هيك ضربه ضربه نشوف الوضع معلم طولي بالك قول لي ايوه 200 والله وصلنا بسعة يعني 200 يعني ضربت تقريبا 3 ضربات وصلت على 3 يعني تقريبا 3 ضربات تبعت الخمسه وصلت لل 260 يعني ممكن انا محظى يا شباب اذا بنضرب بجيب بالوسط معلم باللوس يا اخي والله بعرف حظي بيض معلم والله بعرف حظي بيض يا جماعه شوف شوف خلص خلص تزبط معنا يا شباب شو يطلع لنا السكيل ولا ما يطلع لنا السكيل يلا ولو سكين الاخضر يطلع لنا سكين الاخضر شباب يكون وضع باللوس يا زلمه تو نعمل له هيك معلم شوف بس نضرب واحده هيك واحده بس بيضة بيضة اوكي هون صار معنا 500 وصلنا ل 600 شباب وصلنا ل 600 معلم ديوم اوه جبنا السكين شباب يا سلام عليك على جبنا الحزمه هيك جبنا الحزمه شباب اوكي صار معنا شباب سكنين مرتبات شباب صار معنا سكين جبنا امنا السكين باقي السكين الاخير شباب مثل ما انتم شايفين هذا البلاص فراني معلم اوكي هات لنشوف هذا وراحت خلاص لازم شباب نوصل للاخير بس ولك اذا ضربنا بالاجا بالوسط عن جد باللوز اذا اجا بالوسط شباب باللوز طبعا عندي السكين الوسطاني بس ولك فيه التوكن 50 يعني شيء مرتب روح ايوه هات لنشوف شو راح يصير اوكي خلاص يا والله شباب راح يطلع لنا السكين يا جماعه خلاص نضرب هيك باختصار حتى نجمع التوكن كله اوكي هات لنشوف اوكي قربنا معلم قربنا خلاص جمعناهم قربنا خالص ولا مش خالص هذا هو شباب هيك عملنا السكين اوه شوف الافكت معلم شلون طلع حسب درجة النشط يا سلام عليك اوكي هذا دقت شباب اعتقد جبنا كل شيء الاخضر الازرق هذا عن ما عنا اياه من زمان جبنا الاخضر والابيض والاصفر يا سلام عليك اوكي شباب هلا بدنا ندخل نجربهم شباب مثل كل مره يعني تعرف شباب جبنا سكين يعني لازم نجربهم هيك ونشوف شكلهم باللعب كيف راح يكون هات لنا ندخل نشوف شباب نفتح الاول حزمه قول لي قول لي يا مان عنا هي الصفرة شباب والله هي باللوز الحذاء شباب هالأحذية باللوز شباب ويلي 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 هدول مرتبات الأحذية الفوتبول شباب شباب يذكروني بيوم في أحذية شباب يشبهونهم فهمتوا علي كيف بس والله شيء مرتب معلم اوكي خلينا نجرب هذا أول واحد الأبيض شوف شوف شكله معلم هذا ندخل شوف والله يعني شيء مرتب شباب يعني اولي يا سلام عليك بويا وما بويا معلم اوه والله طالع هذا معلم مع حقيبه الفاير باك والساكورا وكلش صاير يعني ابدا
طالع باللوز معنا. خلينا نطلع على السريع على التدريب شباب، ندخل عليكم ونطلع بس نشوف الشكل كيف ونشوف الوضع شلون. اوكي بيبي، والله معلم عن جد شيء فوتبول فوتبول يعني فوتبول معلم، فوتبول يعني كرة قدم تمام التمام صراحة يعني. والله هذا شايف شايف الابيض شايف طلع احلى من الكل، انا هيك شايف معلم. بس خلينا نجرب الثاني، طولوا بالكم نجرب معلم، راح نجرب طولوا بالكم. يلا ندخل نشوف هون، نجي لهون، نجي على الخزنة ونفتح الثاني معلم. وين 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 يا جميل؟ تعال تعال تعال. اوه هذا شوف هذا، اطلع لي هذا حبيبي والله. اوكي بما ان عندي من قبل هذا، من نجيب من راح نستخدمه الاخضر شباب، اللون الاخضر معلم. والله كمان اخضر حبايبي كمان ما اشبه شيء يعني. تعالوا ندخل نشوف الوضع كيف. اوكي عندنا هذا الاخضر حبايبي مثل ما انتم شايفين. والله الحذاء تبعي طالع حلو يا جماعه، يا اخي والله فوتبول باللوز يا اخي، اللون الاخضر تمام تمام. حتى والله السكنات يعني سكنات السكنات التيشورت شباب، التيشورتات العاديه زمان كنا نسميهم التيشورتات البوتات، وهذول كل شيء يعني دائما السكنات دائما يجي خفيف خفيف كثير على اللعب يعني، من حجم صغير ما فيه يعني افكت هون ولا هون، فهمتوا علي كيف؟ يعني شيء مرتب. هات ندخل لهون، نجي لهون، نجي لهون. دائما السكنات البوتات شباب يعني بتكون خفيف. اوكي هذا معلم اللون الاصفر معلم، حسب دركه النشط. هات لنشوف، والله لو كان يحطونا شيء رقم معلم او لا او لا او لا. اوكي اصفر اللون معلم، هذا مشكلة هذا السكين. تعرفوا شو شباب انا بغلكم يعني، هذا اللون يعني اللون هيك يعني يفلاش يعني يعني شوف كيف رجعكم يعني من بعيد معلم بيشوفوك على الرابع معلم اصفر معلم اقسم بالله. بس ولكن يعني ايش مشي كمان حلو شباب. طبعا نزل من هالسكنات شباب اللون الاحمر كمان، نزل اربع سكنات لهدول، هدول الموديل الجديد تبع التيشيرتات البوتات. شايفهم معلم مكتوب بويا وما بويا يعني حبيبه والله اشي باللوز دايم. معلم هذا لنس، هذا لازم نشوف وضعه باللعب معلم. ندخل نشوف هيك، نشوف نجيب نجيب معلم نبربر اللاعبين الصبح نبربرون. يا اخي والله لازم اغير هذا البربر، انا عندي بربر تبع المدى كويس. اوكي تعال نشوف الشباب السلام عليهم، صبح عليهم معلم الصبح. قول لي والله يا جماعه الفتره الاخيره عم مواجه كثير صعوبه شباب باللعب، عندي كثير دروب الاف بي اس. اذا حدا بفهم هيك امور شباب تواصل معنا على الانستغرام حبايبي، شوف كيف الروح هذا دروب الاف بي اس. انا والله يا جماعه الصراحه ما عم بشوف الوقت انه مشان ايش ادور على قول لي لا ولا لا ولا شوف 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 تترك الدنيا جوا لعنده معلم. اروح موت يا زلمه، تسكر الباشا حبيبي والله. اوكي تعال شوف معلم سلم على هذول معلم نضرب. اوه شوف المتخبي حبيبي والله. اوو فتت. اوكي معلم خلينا نطلع حبيبي. سو حبايبي الكرام الله يسعد ليكم يا اساطير. هيك بيكون انتهى مقطعنا اليوم حبايبي، ان شاء الله استمتعتوا معنا بهذا المقطع شباب. اعطونا لكم بالتعليقات شباب شو رايكم بهالسكريبت الجديد بالشكل الجديد من تيشيرتات البوتات. طبعا دائما نقول شباب تيشيرتات بوتات يعني مثل هيك تعودنا نقول عليهم. المهم حبايبي الله يسعد ليكم جميعا، لا تنسونا باللايكاتكم شيراتكم ومشاركاتكم حبايبنا. نلتقي ان شاء الله في البث مباشر مسائي شباب. طبعا شباب برجع بكرر بكل مقطع دائما بنعمل بثوث مباشره على الفيسبوك بشكل يومي المس فيات، ومرات بنفتح الصبحيات يعني على الظهر يعني بعد تقريبا يعني على العصريات بين العصر والظهر شباب هيك على رواق. اوكي انا وشباب نلتقي ان شاء الله المس فيات شباب، بنلعب فري فاير ونفس الوقت بنعمل جي تي حلو واقعي شباب على السهره على رواق. تعالوا شرفونا شباب استمتعوا معنا بالبسوس، الله يسعد ليكم. من لكم يوم سعيد ونلتقي ان شاء الله المسويات. سلام عليكم.